السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فعلا الصديق بيبان في وقت الشدة، بيبان في لما بتحصل لك ازمة وتلاقيه واقف في ظهرك سند، وممكن كمان حياته كلها تتشقلب رأسا على عقب علشان خاطرك، لكن بيبانوا جدا في الوقت ده مين اللي ما عندوش احساس، او مين اللي مش فارق معاه، او كمان مين اللي وجودك زي عدمه عنده. انا بتكلم عن الجميلة ميرفت امين، وقد ايه هي انسانة اصيلة، وايه ازمة تعبها من بعد وفاة سمير غانم ودخولها المستشفى، واخر مقابلة بينها وبين دلال عبد العزيز كانت ايه، وايه الرسالة اللي طلبتها منها الفنانة دلال عبد العزيز، وتطورات الحالة الصحية للفنانة كمان دلال عبد العزيز، وحزن كبير يسود الوسط الفني بعد تقرير الأطباء النهائي، وكمان ايه الوصية المعلنة على السوشيال ميديا من الفنانة دلال عبد العزيز وهي تنفيذا لوصية سمير غانم، والرسالة كمان اللي كتبتها بنتها ايمي سمير غانم على باب الغرفة بتاعة دلال عبد العزيز. تفاصيل كتيرة جدا بتخصهم. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الفنانة ميرفت أمين الصديقة الصدوقة للفنانة دلال عبد العزيز، ومش هي بس، كانت رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز وميرفت أمين ثلاثي ما بيفترقش تماما في أي جنازة، في أي عزة، في أي واجب، في حد متوفي، حد يعني مريض، حد محتاج مساعدة، كانوا دايما متواجدين مع بعض، وكانوا مثال مشرف بصراحة في الوسط الفني. من بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، بعتذر جدا، ربنا يديها الصحة، وفاة الفنانة رجاء الجداوي، وهما الاثنين كانوا دائمين التواجد مع بعض، ما كانوش بيفرقوا بعض أبدا. جات وفاة الفنان سمير غانم، طبعا ما حضرتهاش الفنانة دلال عبد العزيز، ولأول مرة تسيب جنازة اللي هي أهم حد في حياتها، ولكن أكيد ربنا ليه حكمة في ذلك. وبالمناسبة يا جماعة، الناس اللي سألتني هم ليه كل واحد في مستشفى، يعني ليه سمير غانم كان في مستشفى في المهندسين والفنانة دلال عبد العزيز موجودة حتى الآن في مستشفى في مصر الجديدة؟ أقول لحضراتكم هي حكمة ربنا الجميلة، إن طبعا سمير غانم في البداية كان عنده فشل كلوي، المستشفى اللي فيها كان متخصصة في ذلك، انما الفنانة دلال عبد العزيز دخلت مستشفى عزل من البداية كورونا، على الرغم كمان ان سمير غانم كان عنده كورونا، ولكن حكمة ربنا ان هو لما توفى عرفوا يخبوا عليها. تخيلوا لو هما الاتنين موجودين في نفس المستشفى، اكيد دلال كانت هتعرف في نفس الوقت، وكانت هتتأثر جدا جدا، والله اعلم كان حصل ايه، لانها بجد كان روحها فيه، يعني كلنا شفنا كل اللقاءات وعارفين ده كويس. طبعا من بعد دخول بقى الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى، الفنانة ميرفت أمين جالها انهيار عصبي حاد، وحالة نفسية شديدة جدا جدا، انها بقت وحيدة وحست انها وحيدة، والكلام ده طبعا يا جماعة على لسان تامر أمين في برنامج آخر النهار على قناة النهار، يعني مش من عندي. طبعا قال ان الفنانة ميرفت أمين حاسة بعزلة كبيرة جدا، واتنقلت للمستشفى بعد تدهور حالتها النفسية، لأنها طبعا دلال عبد العزيز كانت صديقتها المقربة جدا ليها. بعدها الحمد لله قعدت في المستشفى حوالي 5 أو 6 أيام، خرجت من المستشفى من يومين بالتحديد، وكانت اول زياره بينها وبين الفنانه دلال عبد العزيز داخل المستشفى. بس بقول لحضراتكم لو تاخدوا بالكم من الفرق بين واحده تعبت ودخلت المستشفى، وبين واحده زي يسرا والهام شاهين اللي كانوا بيرقصوا في نفس اليوم جنازه سمير غانم، وما عملوش اي اعتبار لزوجته الموجوده بين الحياه والموت حتى الان، حتى ما فكروش يروحوا يزوروها، او ان هم حتى يروحوا يقدموا يعني المواساه لبناتها، مش في دماغهم تماما. انما الفنانه ميرفت امين اول ما بقت كويسة راحت للفنانة دلال عبد العزيز المستشفى، وكمان كان ممنوع عنها الزيارة، قالت بس هشوفها من بعيد، انا حابة ان انا اطمن عليها، ودخلت في نوبة من البكاء الشديد جدا جدا لما عرفت تقرير الاطباء اللي قال انها عندها تدهور تام في الحالة الصحية وتداعيات كبيرة ما بعد كورونا، وكمان بتعاني من تليف في الرئة وفشل رئوي، وكمان بتعاني من فشل تنفسي كبير جدا، اعراض كتيرة جدا، وموجودة على جهاز تنفس صناعي، وممنوع منعا تماما انها تتنقل من العناية المركزة لغرفة عادية حتى الان، وده بيدل ان حالتها صعبة صعبة جدا يا جماعة، وتقرير الأطباء كله أعلن ذلك. حزن كبير جدا طبعا للفنانة ميرفت أمين بعد سماع هذه التفاصيل. فضلت تواسي دنيا وإيمي من داخل المستشفى، اللي يعني ربنا
يلهمهم الصبر، ما بيفارقهمش العياط، ولكن لما بيدخلوا عند والدتهم بيحاولوا يتماسكوا عشان ما يبينوش ليها حاجة. خرجت ميرفت أمين من عندها في حالة نفسية شديدة جدا، رافضة انها تتكلم مع حد او رافضة انها تتعامل مع اي حد بعد ما شافت حالة دلال عبد الحزيز. طبعا ربنا يقومها بالسلامة، فنانة جميلة وبتدل بس على موضوع الصداقة قد ايه ممكن حد يبان على اصله وحد ما يكونش اصيل ابدا في المواقف اللي زي دي. كمان هقول لحضراتكم الرسالة اللي ايمي كاتباها على الغرفة، كاتبة ممنوع المريضة لا تعلم اي شيء عن وفاة زوجها. الجملة ديت بتأكد طبعا ان هما متفقين مع ادارة المستشفى ان محدش يدخل على دلال عبد العزيز ويكون يقول اي حاجة عن سمير غانم مهما كان الامر، فهم حبوا يكتبوا الرسالة دي كتذكرة. وكتبت كمان بحبكم جدا يا ربنا يقف معانا يعني، وقالت يا رب. ده طبعا ايمي سمير غانم. كمان الفنانة دنيا سمير غانم في حالة متأثرة جدا بسبب بنتها كايلا اللي بتسأل دوما على والدتها على جدتها طبعا، وجدها لسه صغيرة ما تعرفش موت او تعرف اي حاجة. فالفنانة دنيا سمير غانم دخلت في نوبة من الانهيار لانها مش عارفة تقول لها ايه، وهي كمان ما بتعرفش تشوفها كتير. بنتها حتى بتروح لها كل يومين او ثلاثة لانها متواجدة مع والدتها على طول، خصوصا ان حاليا عندها اعراض لا علاج لها. وده كان تقرير الرئيس الشؤون الصحية لرئاسة الجمهورية اللي اعلن الخبر منذ قليل. وكمان رامي رضوان كشف التطورات وقال ارحمونا الناس اللي عمالة تقول وفاة دلال عبد العزيز او ما شابه، فقال لهم حرام عليكم الكلام ده بأثر فينا. طبعا ربنا يكون معاهم لما يشوفوا خبر زي ده وهم لسه في قد ايه الموضوع صعب عليهم بتاع والدهم. كمان الوصيه المنتشره كتير على السوشيال ميديا قالوا انها الفنانه دلال عبد العزيز قبل ما تدخل العنايه المركزه اوصت بناتها بتنفيذ وصيه والدهم اللي هي كانت انهم في بعض الناس قالت اسمائهم لازم تودوا لهم التبرعات دي شهريا، وتفضل الموضوع ده على طول مهما كان الموضوع بالنسبه لكم سهل هم بالنسبه لهم حاجه كبيره. وكمان وصيه سمير غانم ان هو اوصاهم انهم مش يتحجبوا، دي حاجه تحتها 100 علامه استفهام، ولكن احنا دلوقتي ما بتجوزش عليه الا الرحمه. كلنا عارفين ان دلال عبد العزيز في فتره من الفترات كانت عايزه تلبس الحجاب، ولكن هو قال الناس اللي بتلبس حجاب ما بيكونش عندهم فرصة في انهم يشتغلوا او ما بيشتغلوش كتير. بصراحة هي حاجة كبيرة ربنا يرحمه، مش قادرة اقول اي حاجة غير دي. وكمان دلال عبد العزيز ان شاء الله ربنا يرجعها بالسلامة. حتى الان بنات سمير غانم ما اعلنوش اعتزالهم لان في خبر قال ان هم هيعتزلوا، لا ما قالوش كده، هم اجلوا اي مشاريع ليه حين يعني اشعار اخر، امتى الله اعلم. طبعا ربنا يشفي الفنانه دلال عبد العزيز ويصبرهم. بشكركم جزيلا وبطلب من حضراتكم تدعوا للفنانه دلال ولكل مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين بالشفاء العاجل ان شاء الله. شكرا جزيلا، بعتذر لو طولت. سلام عليكم.